J'arrive ici en matin, on dit que tu dois aller le faire. Yo, je vais écouter ici. إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، مباشرة من أمام ملعب نادي رحال. أكيد اللي خرج مواهب كبيرة واللي خرج لاعبين كبار واللي خرج آخر مثال حنا نقدروا نشوفوه هو اللاعب أشرف داري اللي كان ابن هذه المدرسة هذه، واليوم شفنا تبارك الله الإنجاز وفين وصل أشرف داري والقيمة تبارك الله اللي ولات عند أشرف داري من ناحية ديال أن المغاربة ولاو عوالين عليه داخل المنتخب الوطني، وشفنا تبارك الله شنو قدم في المباراة الكبيرة دي. كذلك من الحوايج اللي عشناهم في هذا المونديال وهو الفرحة ديال اللاعبين مع الأمهات ديالهم. كنعرفوا أن المغاربة الحمد لله كل شيء مرضي، كل شيء مرضي. الفرحة ديالنا كنتشاركوها الحمد لله مع الأمهات ديالنا، كتزيد الفرحة على الفرحة. حنا اليوم جينا شنو غادي نقول لك، ما عرفتش كيفاش نعبر على هذه القضية هذه. جيت اليوم واحد الأم اللي جاية باش تدخل الابن ديالها لواحد المدرسة، الابن ديالها اللي هي فرحانة، وحنا كنشوفوا لابس تبارك الله التوني. غادي نهضروا مع الأم وغادي نهضروا كذلك مع الابن، كيف ما قلت غادي نهضروا مع الام وغادي نهضروا مع الابن. الام اللي كنشوف واحد الفرحه والابتسامه في وجهها، وكذلك الابن. والله ما عرفتش كيفاش نعبر على هذه القضيه هذه، وكنتمنى من الله ان شاء الله. اخونا شنو سميتك؟ محمد خالي عزيزي. محمد خالي عزيزي، انه يولي ان شاء الله لاعب كبير، ونشوفك ان شاء الله حتى انت، ونشوفوا الوالده ديالك حتى انت فرحان معها. غادي نرجعوا بكم شويه اللور على اللعب بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الله يبارك فيك. نرجعوا شويه اللور ونقولوا لك عشنا واحد الفرحه ديال المنتخب الوطني، كيفاش عشتيها؟ وعشنا فرحه زوينه وفرحه كبيره، وكنشكروا المنتخب الوطني اللي فرحنا وفرح الدول العربيه. كنشكروا بزاف، وكنشكروا اللاعبين حتى هما داروا مجهودهم وكثر من المجهود ديالهم بساكن باش يفرحونا، والامهات حتى هما ديالهم فرحانين، الشعب المغربي كله فرحان. تبارك الله عليك. شفنا كذلك المغاربه معروفين ومرضيين الحمد لله. ايوا بطبيعه الحال. كل عام كيجيب الام ديالو كيفرح معاها هي باش كتكتشف الفرحه. وراه الام هي كل شيء، تلقى الام هي اللي تحنات معاه وسهرات معاه باش الدري باش يكبر في هذا المستوى. حتى حنا ما كرهناش ولدنا يكون بحال هاد اللاعبين اللي فرحونا هذا العام. ان شاء الله. اليوم جيتي الابن ديالك باش تقيديه. ايوا ملي شاف هاد اللعابه وشاف هاد الحماس، انا اصلا كنت مقيده وحبس، دخل الجيد وحبس، ودابا ملي شاف هاد المنتخب وهاد الفرحه حتى هو بغى يلعب في كره وداك الشيء، جيت نسول المدرسه ديال رحال واش يمكن لي يقبلوا هاد العام ولا حتى العام الجاي. ان شاء الله. احنا ما كرهناش حتى هو يلعب. ان شاء الله. هو باغي، عنده حماس باغي يلعب ونشوف. واخا. سلام بعد. عاود قولي لنا سميتك. محمد خالي عزيز. وفين كتلعب محمد خالي عزيز؟ الهجوم. الهجوم. مهاجم شاي نصيري؟ نصيري ولا حمد الله؟ نصيري. نصيري. وشكون اخر كيعجبك عاوتاني؟ كيعجبني زياش، كيعجبني بونو، كيعجبني حتى حكيمي، وكاع اللعاب ديال المنتخب. عجبوك المنتخب؟ عجبوني بزاف. ديال من تشوني دابا اللي لابس؟ ديال المنتخب. ديال المنتخب. وان شاء الله نتمنوا ان تكون فيه سميتك انت. امين. ان شاء الله في قادم باغي نكون، انا باغي نولي لاعب ويتكتب لي توني في سميتي ونبان في التلفازه وداك الشيء. ان شاء الله. ان شاء الله. طموح طموح، خاصك تكون كتحلم كيف ما قال الركراكي، وكذلك الرضا ديال الوالدين، الرضا ديال الام ديالك كنشوفها فرحانه بيك الحمد لله. واش غادي نديرو حنا اللي علينا، حنا كنديرو الكمال على الله، حنا باغينا نفرحو نفرحو وليداتنا ونديرو لهم شي مستقبل زوين، هذا الشيء اللي كنطلبو من الله. ان شاء الله. تبارك الله عليك لالا، كنشكروكم والله يسر لكم ان شاء الله، والله يعاونكم. شكرا. والله يعاونكم. تبارك الله عليكم. شكرا. اذا الله يعاونك لالا. تبارك الله عليك. اذا متابعينا الكرام، نتمنوا التوفيق لهذا الابن هذا، وكذلك لجميع الابناء. والجميل في الامر هو انه الحمد لله، واحد الحاجه اللي زوينه ان هذا الانجاز ديال المنتخب الوطني عطى واحد الدافع معنوي للوليدات الصغار، ما بقاوش كيشوفوا غير شي حاجه سلبيه، ولو كيشوفوا انهم بامكانهم يقدروا كي كنقولوا ينقذوا راسهم وينقذوا العائلات ديالهم وينقذوا الامهات والاباء ديالهم، من خلال انهم اللي لعبوا كره غادي يوصلوا لواحد المرتبه. وهذا الشيء جميل، هذا الشيء زوين، هذا الشيء نتمنوا غير من الله ان شاء الله
انه يتوفروا ظروف ملائمه لهذ الابناء هادو، خصوصا الابناء ديال المنطقه ديال المناطق الاحياء الشعبيه اللي ما فيهمش ملاعب للقرب، وحتى اللي كانوا فيهم كيخص بنادم ولا كيخص الشباب يخلصوا عاده باش يلعبوا. نتمنى لهم الله خير، تبارك الله عليكم، الى اللقاء.